سفي على دمعي على وجعي على اللي ضاع مني العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما فيه وصفة نفس العيون تسوينا نظرات الدفا نفس العيون تسوينا نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر كان يساوي يعني ولد عايش كل حياته بلا أب أنا أمي جوزت أبي خطيفة من وقتها ما بنعرف شي عن أبي يعني كل اللي بنعرفه إنه هو مات قبل ما أخلق عشان هيك دائما كنت حس إنه عندي شعور بالنقص هذا الشي كان يخليني بعيد عن رفقاتي بالكلية بالشارع شعور إنك شخص مو كامل مين قال لك انه في بالحياة حدا كامل؟ بعدين احساسك بالوحدة هذا اللي عم تحسه المفروض يقربك من العالم ويخليك تهرب منه هو مو شعور بالوحدة حنان هو نقص انا شخص بلا اب بلا عائلة مشان هيك قلت لك لازم تشوفك دغري طب هات لشوف ليش قلت لي بدك تشوفني؟ حنان بحبه بعرف الشخص بهي اللحظة لازم يكون فرحان كتير طاير عم بيرقص بس أنا ما بحسن أعمل هيك بحاسس إنه إحنا فاتحين على حالنا باب خيبة خسارة جديدة ليه مفترض إنه هي خسارة؟ حنان أنت وين وأنا وين؟ أنا أكتر شي ممكن ساوي إني حبك بيني وبين حالي بس
يجوز انا لازم هيك اتحمس واقول لك، بس مع هيك لازم اقول لك انا تاخرت كثير كمان، انا حبيتك من اول ما شفتك. اقول لك شيء؟ قولي لي. انا بحبك. كثير صعبتي علي حنان، بعرف مفروض انا افرح هلا، زمان وقت اللي كنت عم حبك بيني وبين حالي كان فيني يكتم هذا الشعور، كان فيني يذبحه، بس هلا شو؟ هلا شو؟ ليه لا تذبح هذا الشعور وتكتمه؟ مصطفى انا ما بعرف انت ليش عم تعقد القصص؟ يعني مجرد انك تحب انت لازم تكون كثير فرحان. مين قال لك انه انا ماني فرحان؟ بس كمان نحن لازم نكون واقعيين. يعني هي العلاقه اللي بيناتنا شو نهايتها؟ شو مصيرها؟ اهلك بيبقى الواحد مثل حكايتي؟ مصطفى بكير على هذا الحكي، بكير كثير صدقني. لا ابدا مو بكير. حنان وقت اللي قلت لك انه انا بحبك ما كنت عم بمزح، ما كنت عم بلعب. خلص قلت لك بحبك، يعني بحبك هلا بدي احبك لبعدين. طيب. مصطفى انا ما تعودت اخبي شيء. لحتى اثبت لك انه انا صاحبت القرار بحياتي. فيك تجي ايمت ما بدك وتزور اهلي. ايوه. يعني هلا بلشنا نجن. اي انا مجنون بس بحبك. شفتك ما سألتي، قلت لحالي بيجي بتطمن عليك، بركة ده بيبين فيك. والله جايتك رح تكون على الفاضي يا حجي. لك حاجتك بقى، خلصنا. شو نسيتي اني انا جوزك وابو بنتك والقصة كلها على بعضها، مو مستحمل لك الهوى تبعك؟ اول شي احترم حالك رؤوف، ثاني شي اوعى تكون مفكر وحاطط ببالك اني انا ممكن سامحك، ولك انا عشت عمري كلياته على كذبه معك، واللي عملته ما في بني ادم بالكون بيقدر يستوعبه. الكذبه يا خانو هو يلي انت عايشه فيه، هذا هو الكذب. اصحي اصحي ولا تصدق اللي عم ينحكى. رؤوف البندقجي، رجعنا نكذب من اول وجديد، ولك انت شو؟ شو انت شو؟ برجع بقول لك اصحي، ولازم تفهمي ويفهم الكل انه كمال عم يضحك عليكم كلياتكم لحتى يعيشكم بالوهم يلي هو عايش فيه، يعني بالكذب يلي هو عايش فيه. ما رح تتغير رؤوف، انت بعمرك ما رح تتغير. صعب عليك تكون صريح مره واحده بس بعمرك حتى مع حالك. هل قد صعب عليك تكون صادق مع نفسك او مع اي حدا تاني؟ انت ليش ما بدك تعترف انه انت اتضحكت علي واستغليت ظرفي كرمال شغلات انت عم تخطط لها يا حجي؟ لك يا مخلوقه بنصحك انك تفكري منيح. كمال عم يكذب على الكل لانه ما انه قادر يقول الحقيقه. بصراحه لو انا مطرحه راح اعمل مثله. كمال عم بيساوي هيك وعم بيكذب لحتى نقبله بيناتنا، وانا صراحه ما عندي مانع، راح اضحك على حالي وصدق كل كلمه عم بيقولها. منيح رؤوف، انت اذيتني وغدرت فيني، انت شقلبت لي حياتي كلياتها ودمرتها، ولك تخيل اني انا كنت صدقك. لا يا نهال، ليش عم تقولي هيك؟ حتى بنتك صدقتك وصارت عم تشك بامها، ولك انت جننتها للبنت، جننتها. بنتك شغلتها فاضيه، ضايجه، طالع خلقها. بكره بتجي لعندك بتبوس ايدك وبتستسمح هيك وبتطلب رضاك. بعد شو؟ بعد ما خربت علاقتها مع اختها؟ روح اطلع فيهم، ولا واحدة منهم إلى نفس تطلع بوش الثانية. هو الصراحة اختي اللي جنيت مو هي. قصدك هلأ عقلت؟ أهلين، شلونك يا حلوة؟ شلون البابا؟ شلونه بابا يا سيد رؤوف؟ عم تسألني عليه كمان؟ طيب رح جاوبك كيفه. بابا اليوم انسرق من عمره 20 سنة ظلم، وانت اللي سرقتهم منه. لك شو الحكي هاد؟ هذا كله تخاريف؟ شبكهم؟ جنيته؟ هي مانا تخاريف، وانا ما جنيت، انا عم بحكي الحقيقة، وهي الحقيقة رح تنكشف قدام كل العالم مثل ما انكشفت لنا.
القصة قصيت وقت مو أكتر من هيك. يا بنت دوزني كلامك واحكي منيح. بعرف حالي شو عم بحكي كتير منيح. وتأكد إنه اللي واقفة قدامك صار في بينك وبين تار وصارت بتعرف كل شيها. شو يا خانم؟ ستني هال شايفك ساكتة. عاجبك هذا الكلام اللي عم تحكي وعم تكبر بالكلام مع مين؟ مع يلي كبرها وساواها؟ أنا ربيت حالي لحالي. رجاءً خلص بكفي. حاج تطول وتقصر، صرنا منعرف كل شي، هاي الموضة صارت قديمة. شو يا أمها؟ ما سامعتيها؟ عم تبهدلني ببيتي وانتي ساكتة؟ هذا البيت بيتي أنا، وهي المعلومة بتعرفها أنت كتير منيحة قبل ما تجي لهون. اسمعي يا خانم، بنصحك تفكري منيح. لازم تعرفي أنا أجيت لهون لأني حريص لآخر لحظة حافظ على العشرة اللي بيناتنا. بس برجع بقول لك، مش كان ضليتي راكبة راسك؟ أنتي لوحدك راح تكوني الخسرانة. رؤوف، أنا فكرت وقررت، وهي العشرة يلي حضرتك كتير حريصة عليها أنا ما عاد بدي إياها. أودع عناكم. ماما وحياة عيونك يا عيوني، بحياتي ما تخليني يجي لهون أتخف. مرحبا. اهلا اهلا اهلا، تفضلي. اسفه كثير. ولا يهمك، استعجلتك وجبتك بهالطريقه. اهلا وسهلا. الحقيقه انا قلقانه كثير مشان بعض. شو هالحكي؟ وعلى شو تقلقي؟ شباب واعيين، هن بيعرفوا مصلحتهم. اي انا على بنتي مو قلقان. بس انا قلقان. لا 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 تقلقي، هن بيقرروا شو بدهم، ان شاء الله بصير خير. طيب هذا موضوع طويناه، ندخل الموضوع الثاني. اي موضوع ثاني؟ موضوع رؤوف، مو بدك يعني احكي كل شيء، وخاصه اللي طلبوا منك انه انا احكي. شو انت شو عم تحكي استاذ كمال؟ معقول انا افكر بهالطريقه؟ متمني صدقك بتعرفي، بس ما عم بقدر. حججك مو قويه. شوف انا ممكن اكون بشتغل عند هذا الزلمه، بس ما لي علاقه نهائيا بالخلافات اللي بينك وبينه. هاي القصه بتمنى تفهمها كثير منيح. ولا يهمك، انا راح اعتبر هالشيء جزء من العلاقات العامه، مو هذا منصبك بالاداره؟ انا مالي مسؤول، صدقيني. طيب قولي لي شو بدك ساعدك لساعدك؟ تسمح لي اليوم انا اعزمك؟ طبعا لا. على كل حال انا مضطره استاذن، لانه اخواتي لوحدهم بالبيت. عن اذنك. على راحتك، بس مانك ملاحظه انك ما حكيتي بموضوع طارق ويارا؟ ما انت سكرته استاذ كمال، بشو بتحبني احكي؟ لانه ما كان جدي. الموضوع الجدي ما بدك تحكي فيه. عن اذنك. أبرني اللي شك عظامك. إيه؟ ما كنت رح أعرفك، فكرتك أنت عرضت الأزياء. يا الله ماني مصدقة، ولا بحياتي حلمت هيك. قال وحدة عم تعمل لي شعراتي والتانية عم تظبط لي مكياجي. استحي أكثر من هيك. استعرفي أنا خايف هلأ بس تفوتي على العرس يفتكروك أنت العروس. بس يا الله سار، شو بدنا نعمل معه؟ هذا الموضوع ما فيني أعمل شيء، لا أنا ولا حدا تاني. هاي القصة أنت بدك تحليها، أنت وأختك بدكم تتفقوا. ليش هي تاركة مجال للتفاهم أصلاً؟ اسمعي لقلك رهوفة، الإنسان بيعيش عمره مرة واحدة،
لذلك لا تضيعي الفرصة من يدك. الشاطر يلي بيغتنم الفرصة ويعيش عمره مثل ما بده. ايه مرحبا، شو وينه نوار؟ علينا ناصر يا عم. شو طرشت؟ عم بسألك وينه نوار؟ هلا كان هون، يمكن راح على كشك يجيب غرام. هلا اللي كان هون وين اختفى فجأة؟ حضرتك اليوم بعتي وراي وأنا. أولا أنا ما بدي اعتذارات من حدا، ثانيا أنا ما عندي وقت ناقش شيء. أنا ما بدي اعتذر من حدا وما بدي ناقش شيء مع حدا. أنا كنت ناطر واحد منكم يجي بس حتى خبره باللي عندي. خبر نوار وخليه يخبر بابا، انا مالي فاضيه. شان الله ما تاخذينها انسي ريهام، تاخرنا عليك، تفضلي هي المفتاح. انسي ريهام انا راح اعتبرك تبلغتي. انا طالع من هون وتارك الشغل هلا. نوار شوف الموضوع انت، واللي بده يضل عنا هون بده يلتزم بمواعيد الشغل غصبا عنه، والا الله معه. يمكن حضرتك ما سمعتيني. انا اللي راح اترك الشغل مو انتوا اللي تركتوني. نوار مفاتيح الدرج على المكتب، الاختومه فيه. اذا لازمك شيء بتعرف تليفوني. يا طارق خلينا نخبر الحجي بالاول. نوار هذا قراري إلي، أنا ماني بحاجة إذن من حدا، وأبو سلمولي على الحاجة تبعك. أنت مين طلب منك تقول له يضل؟ شي حلو والله مو ناقص غير نترجاه. هذا الباب شايفه اللي قدامك؟ بفوت دب مو جمال، والحكي للكل. انت ما لازم تكوني ضعيفة. رؤوف ما عاد يقدر يضحك علي ماما، خلص امك شبعت كذب. ماما بس ريهام بنتك اولتها عن اخرتها رح ترجع لعندك ندمانه صدقيني. يا خوفي تكون اخذه هالقلب الاسود من ابوها. لك انا الله كيف كان عمي على عيوني، انا ما عم استوعب كيف كنت صدقه لرؤوف، كيف تحملت اعيش معه كل هالعمر. يا ماما انتي كان صرفك قاسي كثير، هو استغل هذا الصرف. اخ الله يسامحك يا كمال، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى وما خلاني لحالي ما. بس بابا ضحيه مثلك مثله. المهم انه رؤوف هلا ما عاد يلعب فينا. لا ملا، رؤوف خلاص انتهى بالنسبة لإلي، وأنا قررت أطلب الطلاق منه. رح خلي الطلاق حاجة. مساء الخير. بس النور. شو حكيتي معي؟ اختك وين لهلا؟ صاير معها شيء؟ يعني لو كان صاير معها شيء كنت شفتيني قدامك هيك؟ اهدي وروقي. كيف يعني اهدي وروقي؟ انت بتعرف قديش الساعة هلا؟ انا بعرف وينها، وراح اروح اجيبها بعد شوي. رهف راح تحضر عرس رفيقتها. تحضر شو؟ ومين سمح لها بالله؟ انا لقيتها مصممة تروح، قلت تروح بعلمنا أو بعلم واحد منا على ليلة. وأنت شايف هذا التصرف صح؟ أنت شايف أنك تكسر كلامي قدام هالفصعونة صح؟ يعني ليه معتبرة أنه القصة كلمتي وكلمتك؟ راحت تحضر عرس رفيقتها، ما صار رفيقتها من هنن وصغار، شو هالقصة؟ ولساتهم صغار، وأنا الكبيرة الوحيدة هون، والكلمة كلمتي عم تفهموا؟ هيك، بدون أسباب. ولك يا طارق ماسة لساتها صغيرة على الزواج، وأنا ما بدي عيون أختك تتفتح على هيك قصص. قوم قوم خلينا نجيبها. هادي هادي هادي، أنا بعد ساعة رح روح جيبها. سهر نحن لازم نتعاون، واحد بيشد والتاني بيرخي، غير هيك أختك بتفلت ما عاد نقدر نضبها. أيوة، وحضرتك طالما فاتح لي جبهات بالبيت أختك أكيد رح تفلت. طارق قلت لك 100 مرة خلينا نكون إيد وحدة. طيب اهدي، ونحن على الطريق رح اعاتبها، خليها تيجي وتعتذر منك، هيك بنكون خليناها تروح على الحفلة وما كسرنا هيبتك.
عاتبها قد ما بدك، بس أنا بس تجي رهف إلى عندي نفضة غير شكل. أعلن مصدراً عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحرزت قوات مديرية دمشق بعد أن دمرت آخر بؤر وتجمعات التنظيمات. كيفك بابا؟ أهلين بابا. شو عم تتابع أخبار؟ لا أخبار ولا غيره. ليش بتخلوا حدا بهالبيت يشوف الأخبار ولا يشوف غيرها؟ إيه إيش كان بدك تحاكيني؟ موضوع اللي عم بصير هون بالبيت الله يرضى عليك يا أبي، مخي ماله فاضي، مليون شغلة وشغلة براسي أهم. لا بابا مو هيك. بس بدي أسألك، شفت نوار شي اليوم؟ لا ليش شو في؟ ما في شي. اليوم شفت طارق بمعرض السيارات. بصراحة هالولد كتير وقح وقليل أدب، حكى حكي ما بينسمع، وجاب سيرتك بطريقة ما عجبتني. شلون يعني جاب سيرتي بطريقة ما عجبتها؟ خلص بابا ما بدي عيد الحكي اللي قاله، بس هو كأنه عرف أني أنا مستحيل اسكت له، لهيك حمل حاله وراح. قال شو؟ حضرته ترك الشغل. إلى 60 جهنة بالناقص على قولة المتى. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، ما هذا المهم. المهم هلأ إمتى بدك تروح تراضي أمك؟ بابا الله يوفقك، هالسيرة اللي بقى تفتح لي إياها. خلصنا بي، خلصنا الله يرضى عليكي. شفتي اختك يارا شو عملت؟ عملت مسكينة وطيوبة ومرضية. لك بدي افهم شلون قدرت تقلب امك عليكي؟ هلأ صارت مرضية؟ من احنا كل مشاكلنا من ورا راسها هي وابوها تضرب منا اله. وطي صوتك، خلصنا بقى. وش كان شفتي اختك بالجامعة؟ خديها على قد على شو بنا؟ ايه روحي ارضي امك الله يرضى عليكي يا بنتي. السلام عليكم حجي. السلام علينا حجي. إذا بدكم بروح بعدين برجع. لا ما في شيء، ما في شيء. شو هالحكي هذا؟ عمدة للخانم بنت الجامعة تروح ترضي أمها ما بيجوز، ولا شو رأيك أنت؟ طبعاً حجي الشغلة ما بدها رأيي، الله يرضى عليها ريهام فهيمة وبتعرف إنه رضا رب العالمين من رضا الوالدين. هذا الحال أمي بينك وبين أمك ما لازم يطول. إن شاء الله خالي. يلا تصبحوا على خير. أهلين بابا. أهلين. 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 الله معك. يا أمان الله. حجي سامر صار له يومين ما له مبين ولا عم يرد على التليفون. نتركي أنا تاركه يغرق لآخر نفس، رح أسحبه. بدي فهمه إنه هو أملي مفروكة، إمتى ما بدي بطالع وإمتى ما بدي بغرقه. حجي بوس إيدك. شو يغرق وما يغرق، مشان الله لازم نلاقي لنا حل. لك خليه يتربى، خليه يعرف انه الله حق. فوتي ما تقربشي، بوك عم يحكي. لوين بدها تفوت؟ مو لنبارك لها بالاول؟ رهف فوتي نامي، الوقت متاخر، بوك عم يحكي. وقفي عندك. هالفستان منين جايبتيه ولي؟ استعرته من رفيقتي سهر. هلا مو وقته النقاش. لا يا سيدي وقته. انا هلا بدي افهم مين الكبير بالبيت، انا ولا انتي؟ عرس قلت لك ممنوع تروحي تحضريه ورحتي وكسرتي كلامي. ليش؟ مزبوط انتي الكبيره بس انا ما عاد صغيره. لا يا ستي صغيره وبلا ترباية ووخها كمان. لا انا مرباية منيح. اخرسي ولي. سهر هيك ما بيصير. ليش عم تضربيني؟ اوعى تكوني فاكرة حالك امي. بدي اضربك وكسر راسك. اسمعي بلي، من اليوم ورايح روحها على المدرسة ما في، وطلعة من البيت كمان ما في، لحتى تتعلمي تحترمي نفسك الكبيرة. يا وقحة يا عليلة الأدب. خلص سهر. والله لربيكي يا كلبي، اتركني. سهر اللي عم تساويه هذا غلط. الو ايه يارا شو بكي؟ ابوكي نايم واحمد كمان. ليلي شوفي. ايه يلا يلا رح فيق ابوكي. يلا you
الو رهف، الله يرضى عليكي، اهدي وشوي شوي مشان افهم عليكي. روي روي عيوني، الله يرضى عليك، روي خلص، ولا يهمك ولا يهمك. بكره راح مر اخذك بعد المدرسه، بدي اعمل لك مشوار ما راح تنسيه بحياتك. رهف الله يرضى عليك، كم مره قلت لك اصعب شيء علي بالدنيا انك انت عم تبكي؟ لا تبكي حبيبي، الله يرضى عليك، لا تبكي. اي عم اقول لك بكره، خلص بكره بشوفك. طيب بعد بكره منيح؟ اي يلا روقي، روح الله يرضى عليك، مخبي لك شغلات حلوه كثير. اي يلا روحي نامي، اي روحي نامي، تصبح على خير، الله معك. وقف السيارة، وقف السيارة، يلا بابا. عن جد في شي مجنون؟ ما هو هيك دائما الحب. بس بتعرف اني عم خاف. من شو؟ عم خاف منك. ليش بقى؟ يعني عم خافك يرجع يطلع براسك هداك الموال القديم. ليش انا قمته من راسي اساسا؟ انا ما قمته من راسي، مشان هيك وافقتك وقت قلتي لي عنه جنان. حنان، الحب اقوى من كل شيء، صدقيني. مصطفى، هل انت عن جد اول ما شفتني حسيت بشيء؟ ايه اكيد. وانت؟ يا سيدي انا اول ما شفتك وما بقى عرفت شو صار لي، حسيت انه هيك سيطرت على تفكيري، سكنت فيني. بتعرف انه هاي القصة حالة نادرة؟ يعني عادة الحب وقت اللي بيكون بين طرفين ما بيكون بهي السرعة. طيب ما قلت لي هلا شو رح نعمل نحن؟ شو ما بدك، بس يعني نحن هلا صرنا بعض نص ليل، ما عاد في شي نعمله ما؟ لا مو قصدي هلا اكيد، بس انا قصدي يعني لبعدين، شو المفروض نعمل؟ انا رح احكي لامي. وانا كمان. انت شو؟ رح تحكي لامك؟ لا، بدي احكي لامك ولابوك ولكل الدنيا، بدي اقول له انه انا كثير بحبك وما قدران اعيش من دونك. خجلتني. حنان، انا ما رح اسمح لحدا بالدنيا يستغل علاقتنا بشي مو منيح. بدي اخبر كل الدنيا وخلي علاقتنا تكون علنيه قدامهم كلياتهم. كيف يعني؟ يعني خذي لي موعد من اهلك مشان نجي انا وامي ونطلب ايدك. انت عن جد عم تحكي؟ بس رح يقولوا انه بكير لسه. وانا رح اقول لهم انه احنا كثير تاخرنا. الحمد لله اللي مشيت على خير. عن جد شكرا كمال، عذبتك معي. لا ولو، المهم انه الحمد لله على سلامتك. شو كيف صرنا يا مدام؟ الحمد لله هلا احسن، بس عن جد الوجع كان كثير قوي. عفوا، حضرتك زوجة؟ بنتها. غالبا في بحثها على الحالة. ايه بس كانت ما عم تحسن تمشي. شيء طبيعي. على كل حال انا كتبت على شوية تحاليل وصور لازم تنعمل بكره. ان شاء الله دكتور، شكرا. ولو سلام. شكرا شكرا، الله يخليك. عن جد شكرا بابا، الله يخلي لنا اياك يا رب. طيب بابا، بدي اشوف الدكتور مشان اخذ منه الاوراق تبع التحاليل. ماما، الشاب اسمه مصطفى واخلاقه كثير عالية. هلا احنا من يومين رح تصارحنا بعض بالموضوع، بس هو بصراحة حابب يحطك انت وبابا بصورة كل شيء. والله يا بنتي ما فيني اقول لك غير الله يقدم لك اللي فيه الخير. ماما بكره بس رح تشوفيه رح تحبيه كثير. امي مو المهم انا حبه، المهم انت تكوني متأكدة من مشاعرك. هلا من جهة مالي متأكدة، متأكدة وكثير كمان، لدرجة انه حاسة حالي ما رح اكون مبسوطة غير مع هذا البني آدم. الله يتمم على خير.
خليه يجي هو وامه، وانا ان شاء الله اليوم ببيت استخاره. عن جد عم تحكي ماما؟ يعني رح تحكي مع بابا بالموضوع؟ ان شاء الله بحكي معه. لك تقبشي قلبي. اي شوفي امي الله يرضى عليكي، نحن رح نستقبله هو وامه، وان شاء الله اذا رب العالمين كتب نصيب بنعمل خطبه وبس. اكيد ماما اكيد خطبه وبس، اساسا حكينا انا وياه انه ما رح نعمل شيء هلا غير لحتى نتخرج، يعني انت فصلي ونحن بنلبس. يقبرني ربي بيك. الو الو، ان شاء الله صرتي احسن. ايه الحمد لله. عن جد كمان شكرا كثير، لولاك ما كان بعرف شو ممكن يصير فيني. ابن الاصل بيضل ابن اصل، كتر خيرك. الحمد لله. لو سمحتي ممكن احكي مع يارا؟ ايه يلا يلا. اهلين بابا. بني ادم انا فهمتك ولا ما فهمتك؟ ليه ما حكيت معي امبارح بالليل؟ وينه هلا؟ خليك وراه، اوعى تتركه. ها طلع. ماشي. شوني هالخانو؟ قلعتيني من البيت لحتى يفضى لك الجو وتستقبلي حبيب القلب؟ والله مريضة. ما عندك رجال تتصلي فيه؟ ولا خلاص ما عادت رجالك؟ كنت تنضايط وقت وبس. ماشي يعني يا خان. ماشي بابا. أنا ما بحب أتدخل بخصوصياتك بابا، بس أنت بتعرف إنه أنا من زمان بعرفه لطارق، هو أنظف حدا بالدنيا، وبعدين هو ما له موافق على شغل أخته، وامبارح ترك شغله بمعرض السيارات. المشكلة أنا حاسس إنه عم تستخدمه حجة لتحكي معي. أي وإذا شو المشكلة؟ بعدين أنت ما بينخاف عليك، يعني بدل ما هي تسحب منك معلومات، أنت اسحب منها بطريقتك. شاطرة. طيب بابا، هلا مشان طارق شو؟ لأنه سهر عم تطلب إيدك. بابا بتعرف انت قديش انا وطارق بنحب بعض، يعني واول عن اخر رح نتزوج، بس انا فكري انه مأجل الموضوع شوي. شو هالحكي؟ ليش التأجيل يعني؟ انت واثقة من مشاعرك تجاهه؟ اكيد. معناتها خلص خليه يجي يطلب بشكل رسمي. انا بابا بدي امن عليكي قبل ما يصير لي شيء. بعيد الشر عنك بابا، اول شيء الله يطول بعمرك، وثاني شيء حتى لو طارق واجا وخطبني، يعني نحن ما عم نفكر نتزوج لحتى نتخرج. بابا اول ما طارق يطلبك تكتبوا الكتاب، هلا العرس بعدين تتفقوا عليه. شو لزومه هذا الحكي كله؟ معلش بابا، ما بدك كان يكون مرتاح؟ خلص بابا مثل ما بدك. مثل ما بدي. الله يعينك يا طارق على الوقعه. وقعه؟ الف مين اللي بيتمنى هيك وقعه؟ بكفي اني بنتك، والله ظاهر احمد افندي مأثر عليك منيحه. لك لا. حبيبي ديري بالك على حالك، ها؟ ديري بالك على الماما. أمك مالا غيرك. مالا غيري؟ مالا غيرنا. إيه بابا خليكي جنب. قلت لك غيرنا مو غيري. فهمت عليكي بابا. اسمع ليش هذا الموضوع قفل وخلاص، يعني هي ام بنتي ولها احترامها وحق علي. بابا في شغلات بتصير بالحياة مالنا ايد فيها. انت فهمي علي ما؟ وحدة. حجي الله يخلي لنا اياك، بدنا اياك بكره المساء تفضي لنا حالك شي نص ساعه زمان. خير ان شاء الله حجي. شوفي بنتك حنان جايه خطابه، شب رفيقه بالجامعه.
ايوه قلتي لي رفيقه بالجامعه. وشو بدهم يفتحوا مرسم مثلا بكره؟ لسه مو عاجبتني بلاها. يوه كيف يعني بلاها؟ القصه ناكته من اولها، ما بدي، ما عندي وقت. الله يخلينا اياك، نص ساعه زمان بس. يا حجه الله يرضى عليك، قلت لك ما بدي الموضوع من اساسه، هذا الولد مالي حابه، بالناقص منه. الليلون ما في نصيب. حجي بنتك بتحبه وهو بيحبها. بك شو هالمسخرة هي؟ أنا عم ببعد بنتك على الجامعة مشان تدرس ولا مشان تحب وتتمعشى؟ حجي الله يخلينا ياك، الشاب طالب الحلال، يعني ما بصير ترفضه بدون ما تشوفه. خلاص ماشي حجي، تكرم عينك أم سامر، عزمي ضيفي فنجان قهوة وبس، وبتصرفي بعد منها، لأنه القصة مو ظابطة لا من أولها ولا بتانيها. حاضر. شو بدي لك؟ هالمغضوب ابنك حكى؟ والله ما عم يرد علي، بس بدي أرجع أحكي معه مرة ثانية. ابنك واحد قليل أدب؟ مظبوط. شو بدي لك؟ اتصلي بأخوك كمال. ما حلوة. لازم نعزمه على شيء عشان ها؟ الله يخلينا ياك يا رب، الله لا يحرمني منك. ان شاء الله بتقبر قلبي. بدك شيء؟ بدي سلامة قلبك، الله معك تقبرني. السلام عليكم. مهوني، الله معك تقبرني، الله معك مهوني. ايه الله يجيرنا. شو بنا أمولة؟ لا ما في شيء، ما في شيء. يعني أم بنتي واحتاجتني بالليل، شو أعمل؟ لك بقص إيدي إذا مو عاملتها تمثيلية بس لحتى تجر رجلك. لك حاجة أنت الثانية. أخذتها المستشفى وطلع معها بحصة بحركة عليها بالكلية. شو رح تتساوي عندهم؟ لك أنا رحت لعندها مرة، اتصلت من هون بالبيت ونزلت شفت يارا تحت. إيه ماشي الحال أخي، عمل اللي بدك إياه بس دير بالك. لا تخافي أختي لا تخافي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صحيح. اتصلت رضوى قال رؤوف بيك عزمنا على الغداء. شو لك؟ شو قلتي لها؟ قلت لها خليه يضب مصرياته بجيبته، نحن ما بناكل حرام. صحابي خلصنا بقى، لا تيبسي راس، اختك اكيد كانت معصبه وفي شيء مضايقه. انا ما عاد فيني اتحمل، تعبت، ما عاد بدي. رهف اختك هي اللي مربيتك، اكيد ما قصدت. هذا الموضوع بدنا ننساه ومن بكره بترجع بتنزلي على المدرسه. دراسه ماني دارسه، خليها تيجي تضربني. يلا تعي اجبريني. يلا اسمعي بي، اوعك تفكري انه بعنادك هذا رح تصلي لشيء، عم تفهمي؟ تار اختك صعبان عليها انك مديتي ايدك عليها، وبتعرف انه روحتها بدون علمك كانت غلط. لا مو غلط، انا خبرتك واخذت اذنك. ولك انت شايف الوقاحه؟ ولك شايف قله ادبها؟ اسمعي ولي، اوعك تفكري انه اذا ما رحتي على المدرسه بتلوي دراعي، هاد بيأذيكي وبيضرك الك، انا مو فارق معي تنمحوا. اضربوا انتوا هالعيشه. خلاص ليك بتقلها ما عاد بتقيد علي، ايه لك اللي بعمري امبارح تزوجت. ماشي قوي. آخر تكبير الراس أستاذ طارق؟ عم تهددني الخانوم بمدرستها. مبسوط هلأ؟ يا عيني يا روحي، هي مو طريقة تفاهم هاي. رهف عم تراهق، نحن نعرف شو نتعامل معها، شو ندير بالنا عليها، إمتى نقسى، إمتى نلين. أساساً كله منك طارق، لو أنت مخبرني من الأول ما كنا وصلنا لهون. بجوز معك حق، بس أنا ما خبرتك لأني أنا سلفاً بعرف أنك أنت رح ترفضي. خلص اتركها هلأ، خليها تدق راسها بالحيط. وليكك انت ما رحت اليوم على معهدك بسببها. ومو بس هيك، احتمال اقعد كل نهاري داري فيها بسببك. ايوه وشغلك؟ انا تركت الشغل امبارح. ليش تركت الشغل؟ لا تخافي ربك ما بينسى حدا. اجاني فورا بعده تليفون خبروني انه اجاني شغل جديد احسن من شغل الحجي ومن كل هالقرف تبعه. ايوه وين لقيت هالشغل بقى؟ عمو كمال لآلية عند رفيقه نضال بالمجلة تبعه. بس أهم شي طبعاً يكون بالليل مشان ما يتعارض مع دراستك. لا تكريم احتمال يكون كله عنيت.
ايميلات وما بعرف شو. المهم هلا نحن لازم نلاقي حل لمشكله اختك. لا تخاف على مشكله اختي، انت اترك لي اياها وانا بعرف كيف حقها لطارق. اهلين بابا. كيفك حبيبتي؟ امك شلون صارت؟ صارت احسن الحمد لله. ايه الحمد لله الحمد لله. رايحة على الجامعة اليوم؟ لا. بابا انت حكيتي مع طارق شيء؟ اي حكيت معه. ليش؟ لا بابا، بس هو طالما ترك المعرض انا رح دبر له شغل. بالله وبهالسرعة؟ وين هالوظيفة بقى؟ عند عمو نضال بالمجلة. ايه اذا عند عمو نضال ممتاز. يلا لشوف شلون بدها تبين معك هي. عن جد شكرا بابا. اهلين بابا، بدك شيء؟ بدي سلامتك. ديري بالك حالك، وينك؟ أي شيء بتحتاجه احكي معي. الله معك حبيبي. يلا ماما، شربي كاسة هالزهورات بتروق لك دماغك. هاد كمان؟ إي، كان عم يخبرني إنه لقى شغل جديد لرفيقي طارق. طارق رفيقي بالمعهد. إيه، ما سألك عني؟ بلا، سألني وقال لي إنك كيف صرتي؟ وقال لي إذا لزمنا شيء دغري نحاكي. اه هيك كتر خيره. خي اشربي ماما. ماما شو مشان طارق؟ هو يعني في مشروع خطبه. وانا اخر من يعلم؟ لا ماما، بس لا تحكي ولا حرف. من الاخر اعترفي، احكي لي ماما. فوتي امي. شو امي؟ رسالة هلا ما نقيتي شو بدك تلبسي؟ محتاره ماما والله مالي عرفانه. شوفي هذا حلو؟ حلو بجنن عليكي، شو ما لبستي حلو؟ ايه. شو بدي اقول لك حبيبه قلبي؟ شو رايك تحكي مع اخوكي سامر؟ والله بيفرح لك. حكيته ماما، بس قال لي انه ما راح يجي. الله يهديه يا الصبي، شو جانين. شو بدي اقول لك؟ الله يرضى عليكي. أبوكي إذا سألوا للشاب كم سؤال لا تتضايقي، لأنه كمان لحنا من حقنا نطمن على مستقبلك. إيه بس ماما أنا بعرف بابا شو رح يحكي معه، يعني هو بده يسأله عن وضعه وأنا هي المعلومات كلها بعرفها وموافقة عليها. الله يخليكي ماما، طلبي منه إنه ما يكسر له خاطره، يعني موضوع المصاري أنا والله ما بفكر فيه كله على بعضه. خلص تقبليني خلص، أنت اتكلي على رب العالمين، وإن شاء الله رب العالمين ما بيقدم لك إلا كل الخير. الله يخليلي إياكي حبيبة قلبي، الله يرضى عليك يا رب. مبسوط يا عمي، وصلنا على البيت. اسمع شو بدي اقول لك، بدي اياك هيك تكون واثق من حالك وتضحك. ايه خلص بدي اضحك. تمام هيك؟ ايه بتجنن. اخر مرة مصطفى. تنطر عمر لتحاسبه.